السلام عليكم. الفيديو ده مش هيبقى وعظي او فيه موعظة او فيه حاجة عن الدين، على قدر ما هو فيه حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في بيج بعد ما كبرتها ووصلت لمليون ومئتين الف الفيسبوك يقفلها عادي خالص. وبعد كده قدمت طعن اتنين تلاتة اربعة وخليت فيه ناس كتير جدا في المجال يقدموا لي طعن هم كمان، ولكن لا حياة لمن تنادي. الكومنت او الرد بتاعهم كان القرار اتاخده ما عندناش استعداد اننا نرجع او نناقش اصلا القرار ده تاني. تمام، عملت صفحة بعدها وصلت لعشرين الف. تمام، افوجأ برضو ان الصفحة اتقفلت ونفس الرد ونفس الروتين الممل. تمام، حاضر وهنحاول وانا هعمل اقصى جهدي علشان اعمل لك او افتح لك وارجع لك واصلح لك والكلام ده كله، ولا اي حاجة بتتم ولا اي حاجة بتعمل. وفي الاخر بيجي لك الرد مش عارف والله اوصفه بايه، ولكن اقل ما يقال عليه ان هو استهتار. فعلا استهتار، وما زلت شايف وباصص للموضوع من نظرية المؤامرة. ياما ناس كتير جدا شغالين في الدعوة لربنا سبحانه وتعالى صفحاتهم اتقفلت. تمام، واعرف ناس بطريقة شخصية صفحاتهم وقنواتهم على اليوتيوب وعلى الانستجرام كله بيتقفل، وفي الاخر يجي واحد يتهمنا اننا شايفين كل حاجة في الدنيا نظرية المؤامرة. معلش والله اقل حاجة تقلك معلش. المهم انا مش جاي اشتكي ولا جاي اقول لكم انقذوني او الحقوني، لا لا خالص والله. اللي حصل حصل، ومهما يقفلوا هنرجع نفتح، ومهما يقفلوا هنرجع نفتح تاني، ما علينا. المهم دلوقتي ان في صفحة جديدة فتحتها على الفيسبوك حاليا، تقريبا جابت 1000 واحد. شكرا لكل واحد كان مستني الفرصة ان هو يدعم حد شغال في الدعوة، مش هقول اسامة، حد شغال في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى ودعم، سواء بلايك او بشير او بانه عمل مثلا دعوة لكل اللي عنده على الصفحة ان هو يسجل اعجابه ويسمع عن ربنا سبحانه وتعالى. اي فيديو او اي صورة او اي موعظة او اي بوست بينزل فيه تذكرة عن ربنا سبحانه وتعالى وعن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. شكرا لكل واحد وقف معانا قبل كده في الصفحة اللي كان فيها 1,200,000. شكرا لكل واحد وقف معانا بعد كده في الصفحة اللي جابت 20,000. شكرا لكل واحد هيقف معانا في اللي جاي وهيكمل المسيرة في اللي جاي ان شاء الله. شكرا ل 134,000 سبسكرايبر موجودين على اليوتيوب. شكرا ل 30,000 واحد موجود معانا على الانستجرام. شكرا ليكم كلكم. كل اللي انا طالبه منكم دلوقتي ان انتوا تزقوا الدنيا معايا شوية على الفيسبوك. الصفحة دي محتاجها تكبر في اسرع وقت علشان نقول لهم احنا موجودين وثابتين، ومهما تمسحوا ومهما تشيلوا صفحات وتقفلوا قنوات وتقفلوا اكونتات، الحق باق ان شاء الله سبحانه وتعالى، ان شاء الله. وطريق الدعوة باذن الله مش هيقف مهما حصل. كل ما اوتينا من قوة باذن الله هنسخره لطريق الدعوة الى الله سبحانه وتعالى باقل الامكانيات باقل القليل. المهم ان الدعوة ما تقفش. انا عارف ان الدعوة مش هتقف على حد، كما قيل لا يهم من يرفع الراية، المهم ان ترفع الراية. مش مهم اننا نتصدر المشهد، المهم ان دورنا يكون فعال ونقف على ثغر من الصغور ونسده ان شاء الله. وده هدفنا من البداية ان شاء الله، وربنا يعيننا على كل خير ويسر لينا كل الامور العسيرة ان شاء الله، الله المستعان. شكرا لكم تاني، ومستنيكم على الصفحة الجديدة على الفيسبوك اسامة البهنسي. هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن على اليوتيوب وعلى الانستجرام، خشوا على الستوري دلوقتي هتلاقوها موجودة، وعلى الفيسبوك بقى يعني انتوا في الصفحة اصلا، فالله المستعان. بحبكم في الله، يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.